تفضلي، أنا عم بسمعك. الماما مو حابة تسكن لحالها، وأنا برأيي هون رح تكون مبسوطة أكتر، فبلا ما تنتقل. طبعاً أصلاً أنا كنت بدي أقول إنه هالبيت كتير حلو وكبير وأنا مرتاحة هون، بس إذا أنتوا متضايقين مني. نحن مو متضايقين منك ولا شي، بس كنا مفكرين إنه أنتي مانك مرتاحة هون، هذا كل الموضوع. عدنان بيك، إذا بتضلي معنا رح نكون مبسوطين. أنتي أكيد واثقة إنه هالشي رح يساعدك سمر؟ يعني أنا وأنتي دائماً حنكون بوش بعض. رح كون كتير مبسوطة ماما. شكراً حبيبتي. انحلت المشكلة، عن إذنكن حبيبي. لا تجي سمار، تأخرت. خاطركن. القرار تغير بسرعة. ما بعرف، أكيد في سبب. زيل على الشركة بعد ما تخلص. طبعا. عم تهدديني ماما، ما هيك؟ ماما هددك بنوب، انت بدك هالشي. لا تفكري حالك انتصرتي هالمرة. أنا قصدت إنك تضلي هون لأني ماني خايفة منك، ومشان أثبت لك إنه كل الأوهام اللي عم تفكري فيها هي بس براسك ومانا مزبوطة بنوب. رح أطلب منك طلب، رجاءً تركيني بحالي ولا تتدخلي فيني. تمي مختوم. كاتيا جيبي لي كاسة عصير. ايه سمر، حياتي انت بالسيارة؟ ايه، شوفي ماما ضلت ساعة تترجاني، قال مو حابة تنتقل من البيت وتسكن لحالها. شو رأيك اليوم نتغدى سوا وبحكي لك كل تفاصيل القصة؟ بحاول. أنا آسفة كتير حبيبي، بعرف إني حطيتك موقف غليظ، بس هذا يلي صار، بترجاك سامحني. ايه، انت حطيتيني موقف صعب. ماشي، بشوفك على الغدا. طيب حبيبي، شكراً كتير. بخاطرك.